بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب. انت بتعمل دلوقتي حاج محمد؟ غلي فيتر 300 متر غاز طالع شحن. طب وده ايه؟ ده ايه؟ ودي بطارية دواجن طالعة شحن. بطارية دواجن تسمين درون منزلي طالعة شحن. طب قول لي كده مكوناتها بسرعة كده. اتنين درج ثابت. ده ماس كام في كام؟ ده متر في 60. ده متر في 60. ايه تاني؟ واتنين علافة. اتنين علافة؟ متر. ليه متر؟ وخطين النبلة همك. تمام. والشبك بتاعها التحضين. شبك التحضين. والجردل ده طبعا. ده الجردل انت حاطط طبعا. الجردل هي متلزق. احنا فتحناه. كان في ايه؟ ده اللي فيه المكونات بتاعت البطارية. خرطوم. في كباطة اهي. طبعا كده دي ثلاثة. ادي اربعة. وده اربعة تاني اللي هم بتوع خط. يعني فيها 8 كبات يا محمد. في 8. وفيها 3 كوع. 3 كوع وكوع سيفون بتاع الجردل. كوع سيفون للجردل. وطبة. وخرطوم. وخرطوم اللي ايه؟ خرطوم بتاع الماء. ده بيكفي يا محمد. ده يطص حتتين. ده العميل هيقصه اتنين. يبقى كده دي مكونات البطارية. البطارية دي جاهزة على التشغيل. تمام. يعني نحط العلف ونحط الماية بس وتشتغل. شركة عرب جروب.